بمواصلة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف المصري الكبير، بتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعيا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة برمتها لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم وحاضرها ومستقبلها الذي نطمح إليه ونعمل من أجله. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من إبريل الجاري حتى الثلاثاء 25 من إبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء. تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود تطوير مجتمع جزيرة الوراق العمراني، ومن بينها موقف الإسكان والمرافق بالمرحلة العاجلة، وقد أعلن مجلس الوزراء توفير عدد من الوحدات السكنية البديلة في عدة مدن جديدة وفي مشروع أرض المطار بإمبابة، فضلا عن أراضي بديلة في مدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر بدلا من قطع الأراضي الصغيرة في الجزيرة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة المشروعات الخاصة بتطوير قطاع الطيران المدني، ومن بينها خطط الاستثمار في القطاع وأثره على الناتج المحلي للاقتصاد الوطني والحجم الأمثل للأسطول ارتكازا على حركة نقل الركاب العالمية والأسواق المستهدفة. بدأت المديريات التعليمية إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية على أن تبدأ الامتحانات يوم 6 من مايو المقبل، كما حددت مواعيد الامتحانات العملية والمستوى الرفيع للطلاب، لافتة لانتهاء تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي غدا الثلاثاء. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء انخفاضا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حر على جنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.